لحصيلة برنامج إعادة تأهيل مباني الأيلة للسقوط للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل السيد نائب. السيدة الوزيرة، عن حصيلة تنفيذ برنامج تأهيل مباني الأيلة للسقوط نسائلكم، شكرا. جواب السيدة الوزيرة، تفضلي. شكرا سيد الرئيسة، شكرا سيد النائب المحترم. منذ 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تهم أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار، وتمت المعالجة لحد الساعة ديال 16 ألف بناية، أي واحد النسبة ديال 40%، يبين بأن كاين واحد البطء في البرنامج. عدد السكان تاع هذه البنايات 76 ألف أسرة اللي تحسنت ظروف العيش ديالهم 40 ألف، أي واحد النسبة ديال 52%. المبلغ الإجمالي اللي استمرنا فيه كدولة 7 مليار، 2.2 ساهمت بها الوزارة ديالنا، ولكن تضعفوا بأن كاين مجموعة ديال الإكراهات هضرنا عليها قبيلة وتنعود نأكدوها. كاين واحد الغياب تاع المعطيات، هي ظاهرة لتطور سان فينومين ديناميك، نقص في الخبرة، نقص في الخبرة وخاصة في المدن العتيقة، وكذلك المحدودية ديال الدخل ديال المستفيدين. داكشي علاش درنا داك التصور والرؤية الشاملة 2022-2026، تنتمناو باش تعطي نتائج إيجابية. في انتظار هادشي، ما يناهز 6000 بناية في جهة الرباط سالا اللي تحصات واللي غادي نبداو فيها العمل، 10000 في جهة طنجة، 4000 في هاد جوج الأحياء ديال الدار البيضاء اللي عانوا مؤخرا من هاد الظاهرة. وغادي ننطلقوا إن شاء الله الأسبوع المقبل مراكش، أكادير، والعيون الساقية الحمراء. دونك هذه هي الحاصلة عامة. كاين واحد البطء في هذا البرنامج، غادي نحاولوا نطوروه بتفعيل هاد الوكالة الوطنية. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيد النائب. شكرا السيدة الوزيرة على هذه المعطيات. في الحقيقة السيدة الوزيرة، أنا كنعقل، كان عندي 12 عام وكنشوف المباني الآلية للسقوط وكنسمع بأن كاين برامج. اليوم وصلت 38 عام ومازال كنشوف الوضع كما كان. بسبب البطء اللي شرتي ليه وبسبب التأخر في تنفيذ البرامج، واللي أكيد أنه غادي يطلب منكم اليوم مجهود كبير واللي كتقوموا به طبعا. السيدة الوزيرة، طرحنا هذا الإشكال، هذا الموضوع، باش نأكدوا على الأهمية ديالو، لأن هذا الإشكال لا يحتمل المزيد من التأخير، لأنه ما كيتعلقش فقط بالنسيج العمراني والمشهد الحضاري، وإنما أيضا يهدد سلامة المواطنين وممتلكات ديالهم. السيدة الوزيرة، الآلاف من المنازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، الآلاف من الأسر كتعيش ما مطمئناش، كتواجه القلق، الخوف، الخطر، وكيتزاد عندهم الخوف كل ما شافوا الشتاء أو لا شافوا انهيار ديال شي مبنى مجاور وشافوا الأضرار والمآسي اللي كيخلفها. السيدة الوزيرة، كنطرحوا هذا الإشكال لأن عندنا فيكم الأمل والثقة، والثقة في هذه الحكومة اللي الحمد لله النتائج والثمار ديال المجهود اللي تقامت به في القطاعات الاجتماعية، ولا المواطن كيشوفوا على أرض الواقع، وهذا وفاء بالوعد ديال الحكومة بأنها ستجعل من كرامة المواطن أساس كل السياسات العمومية. السيدة الوزيرة، حاجة الإنسان في السكن اللائق والمبنى الآمن لا يختلف عن حاجته في الأكل وفي التعليم وفي الصحة وفي الشغل، لأنه يشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، واللي الحكومة الحمد لله اعطت له أهمية كبيرة لدعم السكن. لذلك السيدة الوزيرة، لابد من مضاعفة الجهود لإيجاد حلول واقعية ذات أثار حضاري واجتماعي تساهم في الحد من تدهور المشهد العمراني. شكرا سيد النائب، شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية في الموضوع؟ نشوفوا المعارضة بعدا. تفضل السيد النائب. نشكر وزارتكم على تشييد 310 دور مناصفة مع وزارة الداخلية في برنامج الدور الآلي للسقوط بمدينة طرفاية، الذي استفادت منه الأسر المعوزة التي تسكن في الحي الشرقي من المدينة، وقد تم ترحيلهم إلى دور نواتية وسط المدينة، إلا أن جر لوائح المستفيدين من هذه الدور أسفر عن خصاص 120 منزل آخر. اليوم السيدة الوزيرة، كنعرفوك شجاعة وجريئة وقد كلمتك قد فعلك، بغيناك الله يجزيك تتعهدي لنا لهذه الساكنة ديال هذه المدينة، الدراويش الفقراء
اللي عندك معاهم تعاطف كبير، بغيناك تتعهدي لهم بناء هاد 120 منزل، وحنا مستعدين كجماعه ندخلوا معاكم مناصفه في اتفاقيه شراكه، خصوصا وان التكلفه بسيطه جدا. شكرا. شكرا سيد نائب. تعقيبات اضافيه؟ تفضلي السيده الوزيره. سيد النائب المحترم، انا راه متبعه هذاك الموضوع عندكم في طفايا. اعتبر بان ابتداء من الاثنين الجاي غادي تهبط عندك اللجنه وغادي نوقعوا باش تدير لنا تعطينا المعطيات التقنيه، وغادي ان شاء الله تسني معكم اتفاقيه باش يتفعل، لان ما نقبلوش على المغاربه باش يبقاو عايشين في التهديد بطريقه دائمه، وهذا هو الدور ديالنا لا انتم كمبرلمانيين ولا كحنا كوزاره. شكرا. شكرا سيدة الوزيرة.